هيدي الرسالة اللي بعتها لبنان، أول شيء بعتها إلى الأمم المتحدة، هي رسالة علنية وليست سرية. بقيت يومين لنعرف فيها، يعني أو ما حدا أعلن عنها، ما حدا تبناها، لبنان لم يعلن أنه أرسل رسالة إلى الأمم المتحدة. يعني نحن عملنا عنا تقرير بنشرة الأخبار أنه كانت سرية، هي منا سرية، بس انه بقيت يومين ثلاثه لحتى حدا طلع قال انه ايه لبنان بعت رساله انه الى الامم المتحده. التباسات، لانه حجم الالتباسات بهذا الموضوع كثير كبير، يعني بين اي خطوط ومين متولى. الرئيس ميشيل عون يمكن بهذه اللحظه بده يثبت ولو من الناحيه يعني الشكليه انه احنا قلنا حق، لانه الاسرائيليين بدهم يبلشوا يحفروا حتى يعلق التصرف الاسرائيلي ويستعيد ورقه المفاوضات. انا تقديري هذا الموضوع، يعني بغض النظر عن الاوراق التي ترسل، اخر شيء بدك تشوفي لوين بدها توصل المفاوضات، لانه القرار بالاخير هو على ماذا سيتم الاتفاق عليه. هلا كل المطالب، سواء لبنان طلع بمطالب ثانيه او استعاد مطالب اخرى، لكن اخر شيء المفاوضات هي اللي بدها تحكم الامور. طبعا هلا في كثير بقولوا قصص وسيناريوهات انه تخلى لبنان عن حقوقه. انا تقديري هذا الملف طالما بعهدة رئيس الجمهوريه وفي وفد مفاوض وهلا رح يجي هوكشتاين، بنشوف لوين بدها توصل المفاوضات. وانا تقديري اخر شيء لن تتم الامور بشكل سري، يعني هذه الامور ما رح تتم بشكل سري، اذا اتفقوا رح يتم الاعلان عنه بشكل او باخر. هلا البعض عم يعتبر انه رئيس الجمهوريه عم هالورقه عم بده يفاوض فيها لنشوف بعدين شو بده يصير، بس انا تقديري نحن مصلحتنا. بس ليش انبعتت من دون موافقه الرئيس بري؟ ما دخل الرئيس بري اصلا. كيف ما دخل الرئيس بري؟ هلا لحظه، هلا لحظه، في كلام انه هي مفترض ان تكون مرسوم، لحظه لو سمحت، في كلام عن انه هي رساله الى الامم المتحده تضعف موقف لبنان التفاوضي على اعتبارها ليست مرسوما، ولكي تكون مرسوم انه لازم تكون انه حتى الرئيس بري بدخله بالمرسوم، مش عم تاخذ هذا مشروع قانوني شيء بلا دخله، لانه عنده وزراء بقلب الحكومه. منذ ان استلم رئيس الجمهوريه المفاوضات هو عم بتابع هالملف، والرئيس نبيه بس هذا ملف وطني يعتبرونه على راسه، وانه ملف انه في حال بده يكون موقف للبنان، هذا جانب اجرائي، جانب اجرائي عم يتولي رئيس الجمهوريه، والكل كان ناطر رئيس الجمهوريه ليبعث رساله. قديش صرنا بنقول لازم رئيس الجمهوريه يبعث رساله ليثبت حق لبنان بالخطوط الثانية. أنا بتقديري ما ليش بدنا نعمل منها مشكلة نحن اليوم، وهي مش نحن بدنا نعمل منها مشكلة، هن عاملين منها مشكلة. لا قصدي ما حدا، يعني هن اليوم إنه هذا التوقيت إنه منهم مثل ما سبق وقلت حضرتك بده يستبق الرئيس في الجمهورية مجيء هوكشتاين إلى لبنان، بقول نحن بدنا نثبت. هل سيؤثر ذلك على الزيارة برأيك؟ ما بعتقد، هلا المعلومات بكرة. بده يوصل. وأنا برأيي نحن بحالة مفاوضات، وهلا ما بعرف قديش يعني هذه المفاوضات ستؤدي إلى نتائج. شو موقف حزب الله من هذه الرسالة ومن المفاوضات بشكل عام ومن مسألة الخط 29؟ لأنه يبدو حتى الساعة لبنان بعد ما وقع على حزب الله عنده موقف ثابت ومعلن وصار مكرر يمكن عشرات مرات، كل ما تتفق عليه الحكومة اللبنانية أو المسؤولين الرسميين يقبل به حزب الله. يعني إذا اليوم الدولة اللبنانية، إذا رئيس الجمهورية، بدي أفترض مش أنا عم بتبنيها، إذا رئيس الجمهورية عمل تسوية مع الأمريكان وقال لهم أنه أنا بقبل بخط هوف مثلاً، ايه؟ ما بعتقد الخط خوف من زمان تم التراجع، يعني التخلي عن الخط 29. ايه يعني لا، خط خوف يعني التخلي عن الخط 29، يعني تخلي لبنان عن جزء من حقوقه عبر اراضيه. اليوم حزب الله شو بيكون موقفه؟ بيكون موقفه الالتزام بهذا الموضوع بالاتفاقيات الرسميه، يعني رئيس الجمهوريه مش هو اخر شيء، هو بفاوض بس. نعم. اخر شيء بدك تروح على مجلس الوزراء ليوافق على الاتفاق. اذا مجلس الوزراء اذا صار في تفاهم، حزب الله منذ مزارع شبعة، منذ شو بقول انه كل ما توافق عليه الحكومة اللبنانية والسلطات الرسمية نحن نوافق عليه. نحن ما بنتدخل بالمفاوضات التفصيلية، وانا برأيي لا وقتها، يعني انت ليش عم نستبق نحن امور؟ مش عم نستبق، يعني ممكن هلا يمكن نحن نقبل بشيء جاي وجايب معه حل على راسي. وامبارح كان يمكن نحن البعض بقول يمكن اسرائيل بكره ما تقبل مثلا، افتراضا بدك تشوف شو الامور بدها توصل لها. لذلك انا برأيي بهذا الموضوع، وعادة بالمفاوضات نحن لو أنه عنا التزام بالأداب الحقيقي للمفاوضات، كل هذه المفاوضات لازم تحافظ على سريتها لمصلحة البلد
ولمصلحة الوصول إلى ما يخدم مصلحة البلد. بس نوصل لنتيجة بدأت نعرض الأمور. بس لهلأ أنا برأي أول شيء شو بده يجيب هوكشتاين؟ أنا ما عندي معلومات حقيقة ولا حدا بس بالأخير نحن مصلحتنا استعادة حقوقنا البحرية والبرية، لأنه كمان بكرة في الخط البري الممتد على الخط البحري، كله هذا مصلحتنا. قديش بنكون وراء الحكومة اللبنانية وراء المسؤولين اللبنانيين بالمفاوضات، وإذا في خطأ ما يتم تصويبه افتراضا سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، والأهم نوصل لحقوقنا. هذا المطلوب الآن، مش نحول المفاوضات، وهذه كانت نقطة الضعف الأساسية إلى نقطة إشكالية بين المسؤولين اللبنانيين.